باسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. خريستوس أنستي. المرة اللي فاتت واللي قبلها كنا ابتدينا مع بعضنا سلسلة هتقعد 8 مرات عن اعرف نفسك وازاي يكون لينا حياة روحية سليمة مبنية على ان يكون للواحد حياة نفسية سليمة مع ربنا. المرة الأولانية اتكلمنا على المشاكل اللي في حياتي الروحية وازاي اكتشفها وازاي اعرفها. المرة اللي فاتت اتكلمنا على اعرف نفسك. المرة دي بقى هنتكلم على ايه؟ اعرف الماضي، او بمعنى اخر اغلب الماضي. اغلب الماضي. في تصرفات كتيرة بنعملها مع بعضينا ومع اخواتنا ومع اولادنا ومع نفسنا ومع ربنا سببها الماضي بتاعنا، وفي حاجات كتيرة بتعوق حياتنا الروحية وبتأثر على كل اللي حوالينا وسببها الماضي بتاعنا. في ناس بتتعامل مع الماضي بشكل مناسب وفي ناس بشكل غير مناسب. في 3 نوعيات بيتعاملوا مع الماضي بطريقة معينة هناخدها بعدين يعني، بس دي مقدمة سريعة. قبل ما نخش في المقدمة، أكتر حاجة بتأثر في الواحد عيلته، العيلة، الأسرة. السؤال اللي دايما كنا نطرحه على كل 2 جايين يتقدموا إن هم يتجوزوا في الكنيسة، شاب وشاب وجابين الكارت بتاع الفرح، وبعدين يقولوا إيه إحنا هنعمل الإكليل يوم كذا. فكنت ساعات أسألهم أقول لهم أنتوا هتتجوزوا ليه؟ فكانوا يفاجئوا بالسؤال، هنتجوز ليه؟ ما كل الناس بتتجوز. لهم طب افرضوا كل الناس بيعملوا حاجة غلط، انتوا اللي تعملوا زيهم. يعني ده مش الإجابة، ان كل الناس بتتجوز يبقى انا اتجوز، يعني مش الإجابة. فالحقيقة كانت الإجابة إجابات كتيرة، بس عشان ما اطولش على حضراتكم، هو احنا ليه ربنا خلي الانسان يتجوز الحقيقة؟ يعني غير عشان، لا بلاش، لحسن النقطة دي لازم الواحد يحاسب على كلامه او فيها. ليه ربنا خلق الانسان بيتجوز ويكون عنده اولاد؟ يعني ليه؟ عشان الحياة تمتد. طب ما الحياة ممكن تمتد من غير جواز. يعني ايه؟ لا، ما في انواع كتيره من النباتات بتنمو من غير جواز، وفي اسماك بتنمو من غير جواز، من غير ما يكون في عائله، من غير ما يكون في اسره. ليه ربنا خلق الانسان عيله مش فرد؟ يعني ليه ربنا خلقنا عائلات؟ أكيد السبب يعني الأساسي إن ربنا نفسه مش شخص، ربنا مش فرد، ربنا عيلة. نحن نؤمن بإله واحد لكنه ثالوث قدوس، آب وابن وروح قدس. فربنا رفلكت، عكس صورته على الإنسان، مش قال نخلق الإنسان على صورتنا وشبهنا، فخلق الإنسان في نفس الحكاية. فربنا خلق الإنسان ما ينفعش يعيش غير في إيه؟ في عيلة. هو طبعا ممكن يعيش، بس لو عاش بره عيلة هيعيش مش الطريقة اللي ربنا خلقه بيها. ربنا خلق الإنسان يعيش في عيلة. حتى الخلاص، لما ربنا أعد لينا الخلاص، ما أعدش الخلاص بشكل فردي. الخلاص ناخده في العيلة، في الكنيسة. حتى في الحياة الروحية الواحد لما يجي يصلي ما بيصليش لوحده، تخيلوا؟ يعني تخيل لو حضرتك في البيت بتصلي أبانا الذي لوحدك، بتقول أبي الذي في السماوات ولا بتقول إيه؟ بتقول أشكر صنع الخيرات؟ لا، بتقول إيه؟ نشكر. بتقول كل حتى في القداس ما بنقولش مثلا أسجد لك أيها المسيح، نقول نسجد لك أمين أمين بموتك يا رب أبشر. طب ليه بنتكلم بالجمع؟ لأن إحنا مش فرد، إحنا إيه؟ عيلة. في مردات بسيطة في القداس اللي بنقولها بالفرد، بالفرد اللي هي محتاجة الإيمان الشخصي، زي تحول الخبز والخمر لجسد ودم،
تيناهتي أمين أو أنا أؤمن. فربنا خلق الإنسان عيلة، ربنا خلق الإنسان عيلة، عيلة واحدة، كرامة واحدة، زوج وزوجة وأطفال، تلت عناصر، تلت مقومات في أسرة واحدة. دي صورة مين؟ الثالوث، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. عشان كده أحبائي، عدو الخير لما هيجي يحارب الكنيسة الفترة الجاية مش شرط يحارب الكنيسة الكبيرة، لكن هو لو قدر على الكنيسة الصغيرة اللي هي البيت يبقى خلاص كده. من قيمة كم يوم كنت نازل افتقاد، فواحد من الإخوة بيقول لي ده احنا بقينا في زمن صعب، احنا محتاجين لكل شارع دلوقتي كاهن. قلت له مين قال كده؟ ده احنا الكنيسة عاملة لكل مواطن 2 كهنة. صدقني الكنيسة عاملة لكل مواطن 2 كهنة. يوم ما تعمدت أخدت حاجة اسمها المسحة الكهنوتية، دعي عليك كهنوت المسيح، كلنا كهنة. احنا ساعات عشان نعمل ديفنس من الناس اللي بيرفضوا الكهنوت أو بيعمموه، نركز على الكهنوت الخاص اللي هو كهنوت الكاهن الخاص، لكن ننسى ان احنا كلنا ايه؟ احنا جعلنا لإلهنا ملوك وكهنة، كلنا كهنة، كل واحد فينا كاهن للعلي. عارفين الدليل على كده ايه؟ ببساطة في العهد القديم ما كانش حد يدخل القدس غير الكهنة، وقدس الأقداس ما يدخلوش غير مين؟ رئيس الكهنة. خبز مائدة الوجوه ما كانش يأكله غير مين؟ الكهنة. ده داود الملك بجلالة قدره الممسوح ما كانش من حقه يأكله. طب النهاردة انت دخلت فين النهاردة؟ دخلت القدس، وفي المسيح دخلت قدس الأقداس، وأكلت مش خبز الوجوه، ده أكلت خبز إيه؟ الحياة، لأنك إيه؟ كاهن للمسيح. والكهنوت ده بيتأكد للمؤمنين يوم الإكليل. يوم الإكليل العريس والعروسة بيلبسوا لبس الكهنوت. عارفين التقليد القديم كان إيه؟ كان العريس والعروسة يلبسوا برنس واحد، يلبسوا روب واحد. ليه؟ لأنهم بقوا إيه؟ شوف الكنيسة تفكر إزاي؟ ويتجابوا على باب الهيكل ويترسموا كهنة. هم اترسموا أو أخدوا كهنوتهم في المعمودية، بس بيتأكد إن هم أقيموا كهنة على كنيسة. الكنيسة اللي هي إيه بقى؟ البيت، ودول الكهنة، ومين شعبهم؟ شوف الجمال. فكل طفل قبل ما يجي بشهور طويلة الكنيسة بترسم له 2 كهنة، ومش بتربيه في بيت، بتربيه فين؟ في كنيسة. وتنفسه مش نفس عادي، ده بتنفسه نفس المسيح. الطفل بيتنفس نفس المسيح. ربنا يسوع المسيح قبل صعوده للسماء في يوم قيامته، أول ما ظهر بقوة القيامة عمل إيه؟ يقول لك نفخ في وجوه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس. فالكنيسة النهاردة عايشة بنفس المسيح. عارف لما يكون في واحد قلبه وقف وبيعملوا له حاجة اسمها قبلة الحياة، بيدوله نفس ويضغطوا على قلبه فيعيش بالنفس الجديد. الكنيسة تحيا بنفس المسيح. عشان كده الطفل الصغير وحضرتك وأنا وإحنا لسه ما نعرفش حاجة، جه أهلنا جابونا للكنيسة، راحت الكنيسة نفخ فينا الروح القدس، اقبل الروح القدس، فأنت عايش بنفخة المسيح وعايش بكهنوت المسيح. ما بتاكلش أكل عادي، أنت أكلك مش جاي من الأرض. إحنا أكلنا جاي منين؟ أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، لكن الطعام اللي أنا أعطي إيه؟ جسدي. تأكل جسد المسيح وتشرب دم المسيح وعايش في نور المسيح. فربنا خلق الإنسان يكون كنيسة، وعايش إن البيت المسيحي ده أيقونة الكنيسة. عشان كده بيت جنب بيت جنب بيت، البيت هو وحدة البنى بتاعت الكنيسة. لو الكنيسة قوية دي معناها إن البيوت اللي مأسسها إيه؟ عشان كده هو عدو الخير يحب أوي موضوع الفرقة، يفرق الناس. قال كده ربنا يسوع المسيح أضرب الراعي، هو يحب يفتت، يحب يبدد. عشان كده هو أحبائي مرض القرن 21 هو الأسرة. عدو الخير دلوقتي حاطط همه إنه يفتت إيه؟ الأسرة.
عشان كده احنا نشكر ربنا ان احنا جايين من المجتمع الشرقي ومن كنيسة محافظة، مازال لسه الأسرة يعني محتفظة، بس الحقيقة وجودنا في أرض الغربة وفي في الدوامة اللي احنا عايشين فيها دي مخلي عواصف رهيبة بتواجه هذه الوحدة. فربنا خلقنا على مثاله عيلة، نطلع في عيلة. لكن لما آدم أخطأ زي ما خدنا المرة اللي فاتت، صورة الفرد اتشوهت، وكمان صورة العيلة ايه؟ اتشوهت. يعني الفكر اللي ربنا كان خلقه ان الأب والأم والأولاد يبقوا عيلة ويرفلكت يعكسوا صورة الثالوث، الصورة دي اتشوهت. فبدل ما العيلة تكون سبب لأولادها ولأطفالها وللجيل الجاي سبب راحة، في بعض الأحوال بتتحول العائلة إلى سبب إيه؟ سبب مشكلات للأطفال. أنا هقول لحضراتكم رقم غريب. عارفين في الولايات المتحدة الأمريكية هنا في أمريكا أدوية الاكتئاب والضغوط النفسية الأنتي ديبريسان دراجز اتعمل منها شرب للأطفال، واتعمل منها أدوية الأطفال الرضع والأطفال الصغيرين يقدروا ياخدوها، لأن ابتدت الأمراض دي توصل للأطفال. والولايات المتحدة الأمريكية ميزانية أدوية الاكتئاب فيها في السنة الواحدة، حد يتخيل الرقم كام؟ محدش يتخيل الرقم. 60 مليار دولار أدوية الاكتئاب والضغط النفسي في الولايات المتحدة. فربنا لما خلق الإنسان أخلق له حواء معينا نظيره، حد يعينه. وكان آدم وحواء عايشين مع بعض، ده يسند ده وده يسند ده، وعايشين في الفردوس، مش الفردوس بس كمكان، لكن في الفردوس كمكانة. كانوا عايشين مستريحين، ده يسند ده وده ما يعاتبش ده وده بيحب ده، والاتنين سندين بعض وما فيش مشاكل. ما كانش عندهم أولاد وما فيش مشاكل، ما كانش عندهم أولاد وهما في الفردوس ما كانش فيه مشاكل، ما كانش عندهم لبس ما فيش مشاكل، الدنيا كلها ماشية سموز، لأنهم على صورة الله، ليهم علاقة حقيقية بربنا. أول ما الخطية دخلت والصورة تهزت، كل حاجة تهزت. اكتشفوا ان حالتنا المادية ضعيفة، احنا عريانين. اكتشفوا ان مفيش اولاد، اكتشفوا المشاكل. اذا المشاكل اللي بتبان في البيت مش هي سبب التعب، لكن سبب التعب الانفصال عن الله. الانسان بيتولد عنده احتياج انه يكون في عيلة، عنده احتياج للحنان. مرة شفت تجربة ظريفة قوي، جابوا قرد صغير، بس هو قرد بجد، يعني هو مش قرد بس يعني قرد بجد. وبعدين عملوا له تمثالين، خدوه من أمه وعملوا له تمثالين، تمثال فرو يعني حنين كده فرو، والتمثال التاني شوك، وحطوا له اللبن اللي عايز يرضعه، هو طفل شمبانزي صغير يعني قرد صغير، حطوا له اللبن مع التمثال اللي مليان ايه؟ شوك، وشافوه هيعمل ايه، فلقوه بقى يعمل ايه؟ يجري لغايه ما يروح للمكان اللي فيه اللبن، ياخد اللبن ويرجع ينام فين؟ ما هو ايه بقى؟ قرد. الانسان محتاج لايه؟ ليه ربنا خلق الانسان يبقى في اسره؟ الانسان محتاج لحاجه يطلع جواها، محتاج لكيان يسنده. الإنسان محتاج لحضانة ينمو فيها، ياخد فيها الرعاية السليمة. الإنسان محتاج لحد يسنده، حد يسنده. والإنسان محتاج لحد يحميه، والإنسان محتاج لحد يقول له حدودك فين. 5 احتياجات الإنسان محتاجها. محتاج لعيلة، لكيان أطلع وسطه،
محتاج لجو زي جو الحضانة، مظبوط فيه درجة الحرارة ومظبوط فيه درجة الأكسجين، كل حاجة مظبوطة عشان أقدر أنمو فيه. محتاج لحد يسندني، محتاج لحد يحميني، محتاج لحد يقول لي حدودك إيه بمحبة. لما ربنا خلق الأسرة كان خلقها عشان كده، لكن لما الإنسان أخطأ وانفصل عن ربنا الأسرة اتهزت. بقى في شكل زوج وزوجة وأطفال، وبقى في اسم اسمه اسم الأسرة، لكن المعنى الحقيقي للأسرة اتهز. أحد الفلاسفة قال كلمة غريبة قوي، قال الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. الكلمة دي مهمة قوي، الله خلق الإنسان على إيه؟ على صورته ومثاله. والإنسان رد الجميل إلى الله، فخلق الله على صورته ومثاله. لا صعب، تاني نقول الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، دي سهلة طبعا، ربنا خلقنا على صورته كثالوث، خلقنا على صورته في الحكمة، في المحبة، في الحاجات الجميلة دي. لكن الإنسان بالخطية بدل ما يعرف ربنا على حقيقته، الإنسان خلق لنفسه إله غير ربنا، صورة تانية غير ربنا الحقيقي، وافتكر أنه هو ده ربنا. بقت أسهل كده؟ الصورة دي بيكونها ازاي؟ بيكونها من عيلته. فالمفروض أبويا الجسدي يعكس لي صورة ربنا، فلما أجي أسمع إن ربنا ده، لما أجي أكلمه أقول له يا أبانا، فأول صورة بتجيلي أبانا ده اللي هو مين؟ أبويا الجسدي. ربنا زي مين؟ زي بابا. طب لو بابا عنده مشكلة هفتكر إن ربنا زي بابا. فبقت صعوبة ان الانسان يكون اسرة، ان المفروض الاسرة مش عمل اجتماعي ولا عمل اقتصادي ولا عمل هدف المجتمع، لكن الاسرة بالاساس هي بناء لملكوت الله. عشان كده الحقيقة كل واحد فينا الماضي بتاعته، أسرته اللي عملوه معاه، وتكوينه اللي طلع جوه الأسرة، والأسرة بمعناها سواء الأسرة الصغيرة أو الكنيسة. ما الكنيسة هي الأسرة اللي بتعبر لنا على السماء، أهل بيت الله. فالإنسان اللي ليه علاقة حقيقية بربنا يبقى على صورة الله، والأسرة اللي ليها علاقة حقيقية بربنا تبقى على صورة الله. لو الإنسان أو الأسرة ملهمش علاقة حقيقية بربنا، هيبقى ده اسمه إنسان وهيبقى دي اسمها أسرة، لكن الحقيقة لا ده إنسان ولا دي إيه؟ ولا دي أسرة. طب تجاه الماضي بتاعي أنا بتقسم، أو أنا أقدر أخد أنهي قرار؟ كل واحد فينا مع الماضي بتاعه يقدر ياخد ثلاث قرارات. أنا قربت أخلص بالظبط 10 دقايق هكون مخلص عشان ما أطولش عليكم. في واحد الماضي بتاعه ما في، أنا عشان بس أقول حاجة عشان يبقى فيه كلنا متفقين عليها كأشخاص، في حد فينا بلا خطية؟ ما فيش، ودي ما تزعلش حد، يعني دي طبيعتنا إن إحنا بلا، إن إحنا بخطية. لكن ربنا مدينا مع الخطية اللي بقت طبيعتنا وإحنا اخترناها لنفسنا، مدينا معها إيه؟ التوبة، أقدر أتوب أخد نعمة ربنا. فكون إن إحنا نقول إن كلنا بالخطية مولودين، ها أنا ذا بالأثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، دي صح ولا غلط؟ صح. بنفس الحكاية، هل في أسرة واحدة، أسرة واحدة ربت أولادها بلا خطية؟ مفيش، يعني كلنا زي بعضينا في الموضوع ده، مفيش حد أحسن من التاني. كلنا أسرنا لأنهم بشر أخطأوا سواء بقصد أو بدون قصد،
واحنا الخطأ اللي حصل معانا ده في تربيتنا في البيوت في المدارس وما أدراك المدارس في مصر وفي الكنيسة في تصرفات الناس جوه الكنيسة. في أخطاء كتيرة احنا واجهناها في الماضي، سواء من عائلتنا، من أسرتي، سواء من الكنيسة بتاعتي، سواء من المدرسة، سواء من المجتمع. كل خطأ حصل فينا عمل علامة، في علامات بتخف وفي علامات ما بتخفش، وفي علامات بتخف بس تسيب ايه؟ تسيب أثر. فكل واحد فينا لما بيبص على نفسه هيبص يلاقي في شخصيته في علامات محطوطة. يا ما كلام اتسمع جرح، ويا ما تصرفات اتسمعت جرحت، وانا افتكرت ان الموقف عدى متشال جوه. في البيت حصل معايا مواقف كده، يمكن انا اعرفه يمكن ما اعرفهاش. في المدرسة حصل معايا مواقف، في البلد اللي كنت عايش فيها، في الكنيسة اللي كنت عايش فيها. يا ما ناس بسوء نية، ويا ما ناس بسلامة نية، وناس بمعرفة وناس بغير معرفة أثروا فيا بكلام حلو وبكلام ايه؟ بكلام وحش. كلنا كده أمام الماضي. لما أرجع للماضي كده وأبص، أنا قصادي ثلاث اتجاهات أخدهم. إن الواحد يبص للماضي والماضي ده يبقى بالنسبة له مشكلة كبيرة وتأثر عليه، إنه يبتدي يعمل ردود أفعال مع الناس، يعني اتحرم من الحب فيحرم الناس من الحب، اتعامل بقسوة يبتدي يرد القسوة، يعني رياكشن على طول، يعني ياخد قرار إن أنا هاخد حقي. أنا اتظلمت، اتظلمت كطفل ما عشتش طفولتي، اتظلمت كشاب، اتظلمت أسرتي ضغطت عليا في قرارات كتيرة، اتظلمت في المجتمع، اتظلمت من ديانات أخرى حسسوني بالإنفيريوريتي، اتظلمت من مجتمع حواليا، اتظلمت من حاجات كتيرة. فبقى القرار اللي هاخده إن أنا اللي اتعامل فيا إيه؟ ده القرار الأول. وغالبا ناس كتيرة بتاخد القرار ده سواء تعرف أو ما تعرفش. يعني ياما مواقف كتيرة الواحد بيعملها نتيجة للماضي. الموقف التاني، وده مجموعة قليلة اللي بتاخده، إنه يقدر ينسى اللي فات ويعيش حياة إيه؟ حياة طبيعية. يعني يقول أنا اللي اتعمل فيا ده بمعونة ربنا كده أسيب وأنساه وأعيش بقى كني مولود من جديد. أما القلة القليلة اللي بتاخد القرار التالت، إيه؟ إن أنا اللي اتحرمت منه لازم أديه. سهلة دي ولا مش سهلة؟ أحكي لكم حكاية عشان إيه؟ أنت عارفين موضوع الحكايات ده الواحد ما بيقدرش عليه. أنا حكيت الحكاية دي قبل كده بس ظريفة أوي، الحقيقة من الحكايات اللي أثرت فيا. وأنا بخدم في إمبابة، فكان عندنا أسرة للإهتمام بتزويج البنات اللي محتاجين، والحقيقة في الآخر ما بقوش بس البنات، بقوا كمان البنات وإيه؟ والأولاد. الأولاد يمكن أكتر في مصر احتياجاتهم في تدبير الأمور دي أكتر. ففي مرة داخل الكنيسة فلقيت فيه اتنين واقفين مستنين وأنا داخل، كان اليوم ده اللي بتعمل فيه اللجنة اللي بتقدم التقدمات. فلقيت أول واحد قابلنا، أنا عايزك. نعم، متضايق جدا. في خير يا أستاذ فلان؟ في. قال لي ما ينفعش اللي الكنيسة بتعمله ده. إيه؟ قال لي أنا محتاج كذا وكذا وكذا وكذا، والكنيسة ما جابتش غير كذا وكذا، وإحنا محتاج وصعبان عليه خالص من الكنيسة. قلت له طب خلاص حاضر، هشوف تاني الموضوع ده. وجبت الخدام، يا جماعة طب نشوف. قالوا لي احنا عملنا اكتر ما نعمل وانت عارف، وادي اللي هنا وادي اللي هنا والناس يعني. فلقيت غصبا عنهم يعني. قلت له طب خلاص سيب لنا الموضوع ده اسبوع وحنحاول، حاضر نشوف اللي ربنا يبعته اكتر، مش هنتأخر عنه. خرج من هنا لقيت الاخ التاني واقف على الباب. انا عارف ان بنته بتتجهز، فتوقعت، قال لي انا عايزك، توقعت ان احنا ايه هنتكلم في نفس الموضوع بنفس الطريق. فدخلنا المكتب، قال لي ممكن تقفل الباب. قلت له حاضر. قفلت الباب، فلقيته راح مطلع المحفظه بتاعته وفتحها، ما فيهاش غير 50 جنيه. الكلام ده حصل من حوالي 7-8 سنين. يعني ساعات بيبقى فيه، تلاقي المحفظه فيها شويه ورق كده مش عارف خمسينات عشرينات، دي ما فيهاش غير ورقه واحده متطبقه ب50 جنيه. فراح مطلعها ومدهاني. قلت له ايه دي يا عم فلان؟ قال لي يا ابونا انا
قصرت في حق بنتي، انا المفروض اجهز بنتي وقصرت معاها، مش عارف، تعرف الظروف والشغل ما فيش، فانا قصرت في حق بنتي مش عارف اجهزها. قلت له اه. قال لي والكنيسة كتر خيرها عملت اللي قدرت عليه، بس برضو الكنيسة ايه؟ مقصرة مع بنتي. قلت له اه. قال لي فانا فكرت في نفسي، لما انا عايش ومش عارف اجهز بنتي، لو جات لك بنت ارمل، بنت يتيمة، هتعمل معها ايه؟ فالخمسين جنيه دي يخليهم معاك لأول بنت يتيمة تجيلك جهزهم بيها. ده النوع الثالث اللي خد قرار ان اللي ما اتعملش معايا انا هعمل ايه؟ انا هعمله. ودي الحقيقة ما فيش حد يقدر ياخد القرار ده، لان القرار ده مش بشري، ما فيش طبيعة بشرية تقدر تاخد القرار ده. الوحيد اللي يقدر يساعد الواحد ان ياخد قرار زي كده مين؟ ربنا. هختم مع حضراتكم بقصة من الكتاب المقدس من سفر التكوين إصحاح 50. في سفر التكوين إصحاح 50 الآية رقم 15. بعد يعقوب أبو الآباء ما تنيح، يوسف الصديق فوجئ بإخواته جايين له. هو كان سامحهم وكان استضافهم في مصر، وكانوا عايشين معاهم هم وأبوه يعقوب في أرض جسان. بعد أبوه يعقوب ما تنيح وراحوا دفنوه ورجعوا، اخوات يوسف افتكروا ان يوسف هيعمل معهم ايه؟ اكيد حاجه من الاثنين، يا اما يفتكر لهم اللي حصل، يا اما اتليست يعني على الاقل ينسى اللي حصل، يعني يا اما يفتكروا ويحاسبهم، ولي حقه على فكره يعني حقه، او كانوا يتمنوا أقصى أمنيتهم أن يوسف ينسى اللي هم عملوا فيه. فلما رأى إخوة يوسف أن أباهم يعقوب مات، قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعناه به. قالوا جه الوقت اللي يوسف هيعمل فينا إيه؟ يضطهدنا ويرد علينا الشر الذي صنعنا به. فأوصوا إلى يوسف قائلين أبوك أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف، آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم، فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. ادي الموقف. يوسف الابن الجميل، لما تشوف الهيستوري بتاعه، الماضي بتاعه، من اصعب ما يكون. احنا بنقول ان الواحد فينا محتاج لعيلة، عيلة يوسف كانت من اصعب ما يكون، اب واحد واربع زوجات، وامه ماتت وسابته، اخوه الصغير الوحيد يوم ميلاده امه ماتت، لدرجه سموا الطفل اللي مولود بن اوني، يعني ابن الحزن، سموه الاول بن اوني ابن الحزن. اخواته علاقته بيهم ما تتوصفش، حسد، كره، علاقه غير سليمه، يحلم حلمه يقوله الناس تقوم عليه، يعني لو بص لعيلته من أصعب ما يكون. راح لإخواته يدور عليهم وديهم حب، فقالوا هو ذا صانع الأحلام جه، تعالى نقتله، ورموه، لولا ربنا دبر إنه يعني رأوبين حب ينقذه، وراحوا باعوه للإسماعيليين في مصر. اتباع كعبد. يوسف اللي كان ابن يعقوب اللي بيلبس القميص الملون اتباع عبد، وكلمة عبد دي مش ممكن نقدر نتخيلها كانت عاملة ازاي في مصر. اتغرب غصب عنه، واتغرب بالبيع، عبد. النهاردة احنا لما الواحد بيحب ينام بينام، لكن العبد ما ينامش براحته، ما ياكلش براحته، ما يتصرفش براحته، ما يتجوزش براحته، عبد. يوسف بقى عبد، ومين اللي عمل فيه كده؟ عيلته اللي عملوا فيه كده. اتحرم من ابوه
وأمه اتحرم منها قبل كده بالموت، وإخواته قاموا عليه، أخوه اللي بيحبه الوحيد اتحرم منه، راح مصر عبد، قبل العبودية، حتى العبودية، حتى العبودية، طلع منها بمشكلة كبيرة سوأت سمعته في عينين الناس. احنا دلوقتي عارفين ان هو كان بريء، لكن كل الناس كانوا عارفين مش ممكن زوجة فوتيفار تكون بتكذب ويكون يوسف ده اللي بيقول الحق. دخل السجن، وما أدراك السجن في مصر من آلاف السنين، من حوالي 3500 سنة كان عامل ازاي؟ ولا 4000 سنة؟ وواحد مش دخل السجن في قضية شيك كده، قضية سياسية ولا قضية دينية ولا حاجة، ده دخل وياريته مصري ده عبراني، وياريته حر ده عبد. يعني أنا نفسي أنا وحضرتك حط نفسك بس مكان يوسف. يوسف لو كان نفسيته ودخل سجن بقى، لا في قضى ولا في استئناف ولا في نقض ولا في حرية ولا عنده أمل أنه ممكن يخرج، وشايف ده اللي قدم مش عارف لفرعون ايه دماغه طارت، واللي مش عارف عمل ايه، يعني مفيش بقى لا هيومن رايتس زي اليومين دول ولا مفيش. يعني لو عاوز يعيني يوسف يبكي بدل الدموع دم يلاقي. شوف الهيستوري الماضي بتاعه عامل ازاي. لكن يوسف اخذ القرار السليم، ايه؟ ان يكون لي علاقة بالله. انا اساسي مش معتمد، انا المفروض العيلة اللي تسندني ده الصح، بس العيلة وانا مسنودين على ربنا. فلو انا عيلتي، لو انا مدرستي، لو انا البلد اللي تربيت فيها، كل الحاجات دي مش كويسة او فيها عيوب، ايه المشكلة؟ ما الله اللي كان يسند دول يسندني واصلب نفسي عليه. فيوسف اخد القرار السليم، ابي وامي تركاني، اما الرب ايه؟ ضمني. وكان الرب معه. طب ما هو ربنا مع الناس كلها، بس يوسف اخذ قرار انه يبقى مع ربنا. كان الرب مع يوسف، فكان يوسف رجلا ناجحا. ناجحا فين؟ على فكرة رجلا ناجحا دي ما اتقالتش لما بقى تاني واحد بعد فرعون، دي اتقالت وهو في السجن. كان ناجحا في السجن، يعني مسجون ناجح، مسجون ناجح. تخيل يوسف الصديق لو قعد مع نفسه، كل ما يبص على الماضي اكيد يعني الماضي حطم اي حد. بس الكلمة اللي النهاردة المسيح بعتها لنا، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين. استطيع كل شيء. يوسف الصديق غلب الماضي، وغلب الموت بتاع امه، وغلب قسوة اخواته، وغلب العبودية، وغلب الظلم، وغلب مرات فوتيفار. تخيل حضرتك لو انت اتظلمت من مرات فوتيفار، وطلعت في يوم وليلة بقيت انت نائب الرئيس في مصر، تعمل ايه في مرات فوتيفار؟ ده فوتيفار ومراته بقوا تحت ايدي. شوف مصر النهاردة الوضع فيها ماشي ازاي، وانت تقدر تستوعب الامور ماشية ازاي. يوسف الصديق أخذ قرار أن ألتصق بالله وأن أجعل على الرب إيه؟ اتكالي. إيه اللي حصل؟ مش بس ربنا نساه الماضي، ده ربنا اداله قوة إن الماضي ده يتحول إلى قوة في حياته تزقه لقدام. يوسف بعد ما يعني حتى هو جاله في السجن كده أمل، أمل انه تعرف بمسجون قريب فرعون، يعني من الـ 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 الوسط بتاع فرعون، وقال له افتكرني، حتى ده اللي نسيه. ومش يومين ولا ثلاثة، ده بالشهور وبالسنين. ومع هذا كان يوسف رجلا ناجحا. ولما غلب الاول من جواه بانت الغلبة بره، فخرج يوسف وصار عظيما في مصر. مش المنصب اللي خلاه عظيم، المنصب بين عظمته اللي بنته هو فين؟ وهو في السجن. علشان كده هو شوف لما جولوا اخواته بالمرار اللي عملوه فيه، شبابه راح، صحته راحت،
وقته راح، اتعرف بناس من اصعب ما يكون. يعني قول بقى، يعني لو عايز تعد الماضي وتبكي عليه، مفيش حد يبكي اكتر من يوسف. لكن شوف لما اخواته جوله بعد ما هو في ايده كل حاجه دلوقتي، وابوه اللي هو كان يعني هم فاكرينه الحمايه راح، فجم وقالوا له ايه؟ اصفح عن ذنب اخوتك وخطيتهم، انهم صنعوا بك شرا، الان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك. ياه، ده ربنا ساب الناس دي تعمل فيك ده كله، ساب البلد تضطهدك، ساب الاديان اللي حواليك تضطهدك، ساب الناس اللي في المدرسه يضطهدوك، ساب عيلتك، ساب قرايبك، كل دول سابهم يتعبوك، مش عشان ربنا عايز يتعبك، عشان يديك فرصة ان انت تغفر كتير، لان اغفروا يغفر لكم. الان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك. فبكى يوسف حين كلموه. شوف النفسية بقى اللي مفيش زيها، دي مش من البشر، دي عطية من ربنا. فبكى يوسف حين كلموه، واتى اخوته ووقعوا امامه وقالوا ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف لا تخافوا، هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، ده اللي أنتم عملتوه. أنا ما بقولكش انسى الماضي، ومش هقول لنفسي انسى الماضي، لأن الماضي صعب ما يتنسيش، لكن هقول لك الماضي ده أشكر ربنا عليه، لأن كل اللي حصل معاك يوسف ما كانش ممكن ممكن ممكن. على رأي أبونا بول كنا قاعدين بندردش مع بعضينا من كام يوم، فبيقول لي القصة بتاعت يوسف دي لو شلنا منها أي شابتر ما ينفعش تخلص النهاية دي. يعني تخيل قلنا هنشيل السجن، كان ينفع يبقى ملك لمصر؟ قلنا هنشيل العبودية، ينفع يتخش السجن ويبقى ملك لمصر؟ قلنا هنشيل حسد إخواته، يعني كانت لازم تمشي كده، لأنها لو ما مشيتش كده مش هتخلص النهاية كده. أنا مشكلت إن أنا بتسرع، باجي في نص القصة واحكم على ربنا واقول ربنا عمل فيا، واحكم على اللي حواليا واقول اللي حواليا عملوا فيا، واخد قرار ان انا لازم اخد حقي، حتى لو ما خدتوش دايركت باخده اندايركت، وحتى لو ما خدتوش في اللي عملوه فيا باخده في ولادي، باخده في اللي جنبي. امال يوسف عمل ايه؟ واجه نفسه، قال انت قصدت بي شرا، صح، اما الله، حط ربنا على الماضي، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. الآن لا تخافوا، لا تخافوا. تخيل المنظر، جايين قصاده مرعوبين على الأرض ومرمين قصاده، لا تخافوا، أنا أعولكم، أنا أربي أولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم. اهدى بقى، عشان كده يوسف هو رمز من رموز المسيح، ده المسيح اللي طيب قلوبنا وعزانا بالمعزي، لا أترككم يتامى سأعطيكم الروح القدس. يوسف هو المسيح، يوسف الابن المحبوب لأبيه، يوسف صاحب الفستان أو القميص الملون اللي مليان بالعطايا والمواهب، يوسف ابن رحيل المحبوبة، يوسف اللي إخواته حسدوه أسلموه ظلما وباعوه بالفضة، يوسف الذي نزل إلى البير وصار حيا داخل البير، يوسف الذي خرج ليدخل إلى السجن مظلوما وخرج ليكون ملكا على مصر، ليس على مصر بل ملك على العالم، ويكون اسمه صفنات فعنيح، أي مخلص العالم أو قوت الحياة. يوسف الذي نجى شعب العالم كله بالخبز، هو يسوع الذي أعطانا خبز الحياة. يوسف اللي معنى اسمه يزيد، والمسيح ناس كتير في العهد القديم أشبعه لكن ما حدش فوض، الوحيد اللي شبع وفوض هو المسيح، لأنه يوسف الجديد ابن يعقوب الابن المحبوب، يوسف الذي له أفرايم ومنسة، وباركهم بعلامة الصليب، تقبل من يعقوب أبوه علامة الصليب على رأسي ابنيه. عشان كده أحبائي أنا حسأل نفسي سؤال قصادكم، في ناس تعبوني كتير؟ في ناس ضايقوني كتير؟ في أسرتي وفي عيلتي
وفي البلد اللي أنا تربيت فيها ناس كتير عملوا معايا شرور لكن مش ده اللي بيديني الحق ان انا اعيش حياتي في ألم وفي حزن. لو ما كانش المسيح جه وغيرنا كنا نقدر نعيش في هذه الألام، لكن الانسان اللي بيعطي حياته للمسيح ويحيا مع المسيح والمسيح يحيا فيه يقدر بسهولة لا يجازي الأعداء بشرهم، لا تقاوموا الشر بالشر بل قاوموا الشر بإيه؟ بالخير. أختم بكلمة جميلة من سفر حبقوق النبي بتقول إيه؟ فمع أنه لا يزهر التين، آخر آية في سفر حبقوق جميلة قوي، فمع أنه مش بسبب، ساعات احنا بنفتكر أنا هغفر علشان، أنا هحب علشان، أنا هبقى سعيد علشان، أنا هسعد اللي حواليا علشان. ده المستوى القليل قوي، ده مش بتاعنا احنا. أمال احنا المستوى بتاعنا إيه؟ بالرغم من اللي اتعمل فيا أنا هعمل. بالرغم، شوف يقول لك إيه؟ فمع أنه لا يزهر التين، يعني زرعت تين ما جابش. لا يكون حمل في الكروم، زرعنا الكروم برضو ما جابتش. يكذب عمل الزيتون، الزيتون ما طلعش. والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة، والبقر لا يوجد في المزاود، يعني ما فيش حاجة اعتمد عليها. إني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد هو قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. ممكن حد يقول العظة النهاردة كانت جميلة، بس الحقيقة هتفضل العظة عظة وهتفضل الكلمات كلمات إلى أن كل واحد فينا يدخل إلى مخدعه ويغلق بابه ويحاجج يسوع ويقول له يا رب أنا بعترف أمامك ان انا في تصرفات كتيره بعملها مع اولادي بسبب حاجات فيا، وحاجات كتيره بعملها في الكنيسه بسبب حاجات اتعملت معايا، وان انا مش قادر انسى ومش قادر اغفر واللي اتعمل فيا كتير، وانا لو اتسبت مني للناس هيتعبوني وهتعبهم، لكن انا اثق انك اله قائم من بين الاموات، اله صانع معجزات، اله تستطيع ان تقوم فيا وتجعلني مثل يوسف. أخذ القرار الثالث، مش الأول ومش الثاني، مش رد الفعل عين بعين وسن بسن، ده المستوى الأول. ولا أخذ المستوى الثاني اللي هو خطاياكم لا أعود أذكرها أنساها، لكن هاخد المستوى الثالث، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.